بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أعزائي طلاب الصف العاشر، وصلنا لهذا التمرين اللي هو في الأكتيفيتي بوك يونت 8 جرامر. أول شيء خلينا نقرأ السؤال جيدا ونفهم السؤال حتى ما يصير أي خلل بالحل. السؤال 2 exercise 2 بحكي لك هون complete، أكمل the sentences، الجمل with the correct relative pronoun، يعني بضمير الوصل المناسب. احنا حكينا ايش هم ضمائر الوصل، ممكن نحكي مثلا هو، تمام، اللي هي بتتعلق للناس، هاي مستخدمها للناس، للاشخاص، تمام. وحكينا كمان which هاي لغير العاقل، لغير ايش؟ العاقل، للجمادات. كمان عندنا هوز اللي هي للملكية. كيف يعني الملكية؟ يعني مثلا بحكي مثلا ألي وبكمل هون فراغ، وعندنا هون كلمة كار. لاحظوا هون في عندنا اسم، وعندنا هون اسم ملكية لمين؟ لعلي. شو بنحكي؟ هوز. نحكي ايش؟ هوز. أيضا كمان عندنا وير حكينا اللي هي للمكان، لما يكون عندنا هون اسم مكان. وشرط كمان يكون هون عندنا subject وverb، تمام، subject وverb يعني فاعل وفعل. مثلا أمان where، شوفوا كيف I live، شوفوا كيف هذا subject فاعل وهذا verb اللي هو فعل، فلاحظوا اضطريت ان اخذ ايش؟ where. ايضا عندنا كلمة when اللي هي معناها عندما، هاي بتيجي لازم يجي قبلها time، وقت، لازم يكون في قبلها ايش؟ وقت، اي وقت. مثلا yesterday when I met my friend مثلا. اذا هاي اغلب ضمائر الوصل هاي هي اللي راح نستخدمها. طيب الان خلينا نبدا نشتغل بالسؤال، وهذا السؤال طبعا من الاسئله الرائعه جدا، والسؤال هذا ممكن يجيك بالامتحان بهاي الصورة أكمل، وممكن يجيك ضع دائرة. يعني هذا السؤال ممكن يجي إيش؟ ضع دائرة، عفوا، ممكن يجي السؤال هذا يكون على شكل ضع دائرة. طيب والضع دائرة يعني بدك تكون عارف، يعني حاط لك مثلا يكون حاط لك وير وحاط لك which، تمام، وحاط لك when وحاط لك who إلى آخره، اختار واحدة منهم، فبدك تكون فاهم هذا السؤال. إذا هذا السؤال يمكن أن يحول بالامتحان إلى سؤال ضع دائرة، لو أنا كتبته كمان سؤال ضع دائرة، يعني في عملت أوراق عمل حولت هذا السؤال إلى ضع دائرة حتى الطالب إنه يحل. لأنه بالامتحان كيف بده يجيني هذا السؤال؟ ما راح يحكي لك كومبليت ويحكي لك يلا كمل عندك، ممكن يحكي لك كومبليت، يجي السؤال نفس صيغة سؤال الورك بوك الأكتيفيتي بوك، لكن أنت بدك تعرف إنه هذا السؤال يمكن أن يحول إلى ضع دائرة، فانتبهوا لهي النقطة. خلينا نشوف رقم 1، نقرأ مع بعض. This phone يعني هذا الهاتف أو هذا التليفون، وحاط لك هون فاصلة. طالما في فاصلة معناته هذا مسميه none، إيش؟ يلا نساعده، none relative pronoun. وحكينا إنه none relative pronoun بعطيك extra information، extra يعني معلومات إضافية، extra information معلومات إضافية وليس معلومات أساسية، معلومات إضافية، تمام. كمل هون، I bought، اشتريت second hand يعني تليفون احتياط، يعني أنا معي تليفون أساسي ومعي تليفون احتياط. is just، لاحظوا هون كمان في عنا إيش؟ في عنا comma. إذا دائما non relative pronoun اللي هو بعطيك extra information، هو شو الفرق بينه وبين ال relative pronoun؟ إنه هذا extra information وهذاك essential information، معلومات أساسية، معلومات أساسية ما في شك فيها، هاي معلومات ثابتة. احنا نتحدث عن شخص واحد بعينه، لكن هون تحكي انت بشكل عام، تمام، extra information. فهون عندك comma، وهون عندنا relative pronoun close، وهون عندنا ايش؟ comma. هذا نسميه non relative pronoun. اذا لو المدرس سألك بالامتحان what is the difference between relative pronoun و non-relative pronoun، شو بتحكي له؟ باختصار بتحكي له الrelative pronoun close gives us essential information، بعطينا معلومات أساسية،
احنا بنتحدث عن شخص واحد، ما في غير تليفون واحد فقط، لا يوجد الا هاتف واحد احنا نتحدث عنه. هذه معلومات اساسيه، essential information. لكن لما واما النون ريليتيف بروناون كلوز شو بتحكي له؟ النون ريليتيف كلوز تحكي له انه gives us extra information، يعني احنا بنحكي عن معلومات اضافيه، يعني ممكن نتحدث عن اكثر من هاتف، اكثر من هاتف، اكثر من شيء، تمام؟ ليست معلومات اساسيه تحديدا عن هذا الهاتف. واضح النقطه هاي؟ So it may be here we have many phones، ممكن يكون عندنا اكثر من تليفون. فهمتوا طلابي الاعزاء شو الفرق بين الريليتيف؟ اول شيء شكليا، شكليا انه النون ريليتيف في فواصل، النون ريليتيف شو في فواصل، اما الريليتيف اللي هو اخذناه باليونت السابقه بيكون في بيكون الريليتيف بيكون بدون فواصل، النون ريليتيف بيكون في فواصل. اتفقنا؟ يعني بس تشوف معناته نون معناته في فواصل، ما فيش نون معناته ليست فواصل. طيب خلينا نشوف الان هون شو ممكن يجي. This phone I bought second hand، اللي اشتريته. شوفوا هون حكى لك هذا الهاتف اللي انا اشتريته is just as good as any new model، هو جيد يعني كأي موديل جديد. طيب شو الكلمة المناسبة؟ which. الكلمة المناسبة هي which. This phone which I bought second hand is just as good as any new model. طيب عرفت ليش استخدمنا which؟ أول شيء احنا استخدمنا which لأنه this phone هي اسم غير عاقل، تمام؟ استخدمنا which وبحكي أنا هذا الهاتف اللي أنا اشتريته، اللي أنا اشتريته يعني. طب سؤال، معناته هو عنده أكثر من تليفون، صح؟ شفت كيف هذا التليفون اللي اشتريته كتليفون احتياط، معناته هذا الرجال عنده أكثر من تليفون، أو هاي البنت عندها أكثر من تليفون، تمام؟ فبنحكي this phone which I bought second hand is just as good as any new model، تمام؟ نيجي على السؤال الثاني. That girl، تلك البنت، حاط لك هون فاصل، شوف كيف؟ انتبهوا للفاصلة كوما، معناته بس تشوف كوما هذا non relative pronoun. هون بدنا طبعا نفس الشيء، بس شو الفرق طلابي الأعزاء؟ بالمعنى زي ما حكيت لكم إنه معناته إحنا بنتحدث عن أكثر من بنت، فبنحكي that girl، هاي البنت. طيب are there many girls or one girl؟ No, there are many girls. إذن يوجد أكثر من بنت، تمام؟ هنا are there is there just one phone or many phones؟ There are many phones. هنا there are many girls، يوجد بنات كثر. Name هون في عندنا name. الآن name I've forgotten، اللي اسمها أنا نسيته، goes to my school، بتروح على مدرستي. سؤال، الشخص اللي متكلم هون، البنت اللي بتتكلم هون المتحدثة، بتتحدث عن بنت واحدة بعينها ولا أكثر من بنت؟ يلا جاوبوني. أستاذ بتحكي لي أكثر من بنت، تمام؟ طيب نيجي الآن بدنا نستخدم ضمير الوصل. طلعوا هون في عنا girl، هي كلمة girl، تمام؟ وعندنا هون name، اسم. طيب هذا غير اسم عاقل، اسم العاقل ممكن يجي وراه هو، ممكن يجي وراه هو او ايش او هوز. طيب كيف بدي افرق بينهم يا استاذ؟ انت هيك لخبطت امورنا يا استاذ. كيف بدنا نعرف انه هو ولا هوز؟ كيف بدنا نعرف؟ سهله، طلعوا هاي الفراغ، مش هذا الفراغ اللي عندكم وهون حاطين لك فاصله، يعني بغض النظر حاط لك فاصله او مش فاصله، بدك تعرف الان مين الليرتبنا، هل بنحكي هو ولا بنحكي هوز؟ طلع هون بعد الفراغ في عندنا كلمة نيم. الآن هون بيجي الشغل الصح. نيم شو نوعها من الكلمات؟ الآن احنا عندنا بالإنجليزي في شيء اسمه ناون، ناون يعني اسم، وفي شيء اسمه عندنا فيرب، صح؟ شو يعني ناون؟ يعني اسم. طب شو يعني فيرب؟ يعني فعل. بدك تحدد نوع الكلمة. طب كيف بعرف الفيرب؟ زي كلمة eat مثلا، eat هاي فيرب، يأكل. زي كلمة read، يقرأ، هاي فيرب. طب ناون زي مثلا كلمة سكول، مدرسة، هاي ناون. زي كلمة مثلا نيم، اسم، تمام؟ يعني انت ترجمتها نيم والله معناها اسم،
وسكول مدرسة. إذن هاي اسم من الترجم. أنت أصلا لما تترجمها إيت يأكل فعل، يأكل ريد يقرأ، فتكون عارف هاي الأشياء. هاي الأشياء بديهية لازم تصير، صارت عندك الآن. أنت الآن طلاب صف عاشر، يعني مش مثلا صف رابع ولا خامس. هاي الأشياء لازم تكون عارفها من رابع وخامس، ناون وفيرب. طيب الآن هذا كلمة كيت، طلعوا هون في عندنا نيم، إذا اسم، إذا هذا ناون. إذا لما يكون ناون شو باخذ؟ باخذ هوز. لما يكون ناون ايش ناخذ؟ ناخذ كلمة هوز. إذا الإجابة هون راح تكون هي هوز. That girl whose name I've forgotten goes to my school. شفتوا كيف؟ الفرق بين هو وبين هوز. أما لو كانت فيرب تحكي هو، لو كانت فيرب تحكي هو. أعطيكم مثال بس سريع طلابي الأعزاء، أعطيكم مثال. لو كانت فيرب تحكي هو، كيف يعني لو كانت فيرب نحكي هو؟ يعني لو كان مثلا that girl، that girl، تمام، وحطيت لك هون كلمة read، أو حطينا حتى وراها as reads. طلعوا هي عندنا هنا اسم noun، وهذا عندنا هنا verb. طبعا احنا غير يا بيجي وراها يا اما هو، هيك بتحط في بالك، يا اما هو يا اما هوز. استاذ بصير يجي وراها which؟ في حالات ممكن، بس احنا خليك على هاي الطريقة. الان هو، هو ممكن هوز، خلينا على هو او هوز. تمام، غير بنت اسم عاقل صح؟ طلع هون في عنا verb، في عنا verb، اذا نحكي على طول هو مباشرة. That girl who reads، التي تقرأ. واضح طلابي الاعزاء؟ روح علي على اللي وراها. الزهراوي was، ايوه شوف هاي كمان واحدة. الزهراوي was، هاي عنا verb وهي عنا اسم، اسم عاقل. الزهراوي العالم، الزهراوي. was a surgeon، كان جراح. surgeon يعني جراح، تمام. developed many medical instruments، طور آلات طبية كثيرة، أدوات طبية كثيرة. instruments أدوات طبية كثيرة طورها. still in use today، لا زالت تحت الاستخدام أو في الاستخدام في هذه الأيام. الزهراوي هو، الزهراوي هو was a surgeon، الزهراوي الذي كان جراحا. ايش عمل؟ developed many medical instruments still in use today. سؤال، هل انا بحكي عن عالم واحد ولا many scientist؟ ممكن احكي انا عن many. طب كيف عرفت انه هون في عندك فاصلة؟ هاي شايفين الكوما، هون عندك كوما، معناته هذا non-relative. طب non-relative معناته هذا انا ما بتحدى، هاي معلومات extra information. So I talk about many scientists but one of them is Al-Zahrawi. Number four, people say the author's latest book، كتاب المؤلف الأخير. هي عندنا هون كلمة book. I haven't read yet، الذي لم أقرأه بعد. Is quite good، إذن على طول which I haven't read yet is quite good. Global warming، الاحتباس الحراري. كلمة global warming يعني الاحتباس الحراري. فراغ is a subject، هو موضوع. I am very interested in، أنا مهتم فيه. Is the topic of the conference، هو أيضا كمان هون topic of the conference، موضوع المؤتمر. على طول نحكي which مباشرة، which the global warming which is a subject I am very interested in is the topic of the conference، هو موضوع المؤتمر. كلمة conference يعني ايش؟ مؤتمر. نروح على اللي بعدها، السؤال اللي بعده بيحكي لنا هون add. إذا خلصنا هذا السؤال كامل، 1 2 4 5 جمل، نعم global warming. نيجي على السؤال اللي بعده، add the correct non defining relative clauses، يعني نضيف ال non relative clause المناسب من A to F to the sentences 1 to 6. في عندنا 6 جمل، وعندنا طلاب الأعزاء هون 6 إجابات أو 6 مقاطع non-relative clause. هاي كلها، هذا المقطع اللي موجود أمامنا كامل، هذا المقطع مسميه non-relative clause. non-relative، وحكيت لكم أن الكلوز لازم يكون
subject verb يعني اي كلوز بنسميه، يعني شو معنى كلمة كلوز؟ كلوز يعني بيكون عندك subject وverb، وهان non defining relative معناته بتبدا ب where او which او who او whose الى اخره. طلع هون في عندنا اول وحده، Lagos has a population of about 12 million. ايوه شو اللي بيجي معها هاي؟ طبعا هاي طبعا صوره محطوطه بالاكتيفيتي بوك. لاحظوا هون بيجي معها سي، اللي هي سي ايش بيحكي هون؟ which is a huge city، التي هي ايش؟ مدينة كبيرة. which is a huge city، لاحظوا كلمة لاغوس ايش اجى وراها؟ which is a huge city has a population of about 12 million. طيب عمر is a part time waiter a restaurant. لاحظوا عندنا عمر، عمر معناته لازم هو. طب وين هو عندنا هون؟ هاي كلمته هو. who is still a student، الذي لم يزال طالبا. اذا على طول شو بيجي هون؟ دي. إذا بنحكي عمر who is still a student، الذي ما زال طالبا. who is still a student، ما زال طالبا. طيب نيجي على بعديها، the original globe theater. شو معنى theater؟ theater يعني مسرح، كلمة theater معناها إيش؟ مسرح. globe عالمي، original أصلي. burnt down احترق. طبعا هون عنا إحنا نتكلم عن theater. طيب شو بيجي وراها؟ theater. هل بيجي where actors first performed Shakespeare's plays، حيث الممثلين، حيث الممثلين مثلوا في مسرحية شكسبير، مسرحيات شكسبير. إذا هنا A. لاحظوا هذا المسرح اسم مكان، مسرح إيش راح يكون معناته؟ اسم مكان، واسم المكان إيش بيجي وراه دائما؟ where. تمام، فبنحكي where actors first performed Shakespeare's plays، يعني حيث الممثلين مثلوا مسرحيات شكسبير. طيب my English teacher، مدرس الإنجليزي، comes. لاحظوا هون في عنا كلمة comes، هذه verb، و English teacher طبعا هذا بيجي هون عندك my English teacher بيجي وراها who. طيب أو whose، from Jordan. الآن هل بحكي whose name is Miss Amal، whose name is Miss Amal. لاحظ احنا عندنا هون كمان يعني هون طبعا تركيز على هاي نيم، هاي مش تركيز على الان. هون هو بدك تحط جملة الوصل، انت بدك تحط جملة الوصل المناسبة. whose name is Miss Amal comes from Jordan، التي اسمها امل. لاحظوا عندنا هون name، اخترنا whose. تمام. طيب نيجي على رقم 5، the book has become a best seller once again، يعني اصبح افضل مبيعا مره اخرى. نحكي which the author first wrote، اذا الاجابه B. الاجابه ايش؟ B. which الذي، the author المؤلف. شو معنى author؟ معناتها مؤلف، مؤلف كتب. first wrote in 1920. طيب my cousin، ابن عمي او ابنة عمي، is coming to visit us. نحكي who lives in Canada، who lives in Canada، التي تعيش في كندا، is coming to visit us. هذا التمرين توصيل حسب المعنى، ضع دائرة وصلنا. كيف ممكن يجيني بالامتحان؟ ممكن يجيني ضع دائرة، تمام، وممكن يجيني اربط الجملتين مع بعض، يعني بيجيب لك جملة وجملة ثانية واربطهم مع بعض باستخدام النون ديفايننج ريليتيف كلوز. اذا هذا السؤال ممكن يحول بالامتحان الى ايش؟ الى ضع دائره. ممكن يجيك ايش؟ ضع دائره، او مثلا ادمج الجملتين مع بعض، اربط جملتين مع بعض، اربط جملتين معا. يعني بحكي لك جوين، شو بحكي لك؟ جوين. تمام طلاب الاعزاء، فبدك تنتبه لهذا الموضوع، ما تمشي هذا السؤال هيك. فبدك تنتبه انه والله اسئله زيك، يعني هذا توصيل معقول يجيني في الامتحان؟ ممكن يجيك تحول السؤال الى ضع دائره او اربط جملتين معا. تمام، ننتقل الان الى التمرين اللي بعده. طبعا التمرين اللي بعده عن الفوكابولري، complete the text about a volcano in Indonesia with the words from the books. ان الكلمات blocked، dark، dramatic. blocked يعني تم حجبه، تم حجزه. blocked، dark، dramatic. fertile يعني خصب. froze تجمد. provide يزود. warm دافئ. small. خلينا نشوف. the mount tambora volcano، بركان جبل تمبورا، the eruption of
Indonesia's Mount Tambora on 5 April 1815 CE في عام 1815 was one of the most eruptions. لاحظوا شو الكلمة dramatic. Eruptions معناها ثوران بركان. Dramatic معناها مأساوي. ايش معناها كلمة دراماتيك؟ دراماتيك معناها مأساوي. كان من في البراكين المأساوية in history في التاريخ. تمام؟ لاحظوا استخدمنا كلمة دراماتيك. Signs of the eruption يعني علامات الثوران البركاني، يعني كان في له علامات. Began بدأت، طيب مين يحكي لي شو المضارع من began؟ Begin. والتصريف الأول، التصريف الثاني began، والتصريف الثالث begun. تمام؟ begin began. طيب هاي معلومة هيك يعني استثنائية. when عندما a cloud، شو معنى cloud؟ غيمة. of ash من الرماد. formed over، تشكلت فوق. the mountain الجبل. طيب شو الكلمة المناسبة اللي راح تيجي مع كلمة cloud؟ cloud يعني غيمة. هل بيجي معها blocked، dark، fertile، froze، provide، warm، small؟ بيجي معها طلابي الأعزاء كلمة dark. كلمة إيش؟ dark. dark cloud. طبعا في شغلة مهمة هون، الكلكيشنز اللي هي بسميها الكلمات بتيجي مع بعض دائما. هاي الكلمات زي ما حكوها كلمات ملتصقة في بعض. يعني كلمة door يعني باب، صح؟ ايش دائما بيجي؟ open the door، افتح الباب، صح؟ book، read the book. شوف كيف هاي كلمات تيجي مع بعض مرتبطة. نفس الشيء الانجليزي عندنا cloud ايش بيجي معها دائما؟ dark cloud، غيمة، معتمة، كاتمة، لونها اسود ميال للسواد. dark cloud. طيب of ash، شفت كيف؟ the eruption، طبعا شو الفعل من eruption؟ erupt بمعنى يثور، والاسم منها eruption، هذا اسم noun. the eruption out part of the sun's light، حجب جزءا من الشعاع الشمس for months afterwards. لاحظوا هون في عنا كلمة blocked out بمعنى حجب. والله مثلا بالواتساب، والله ايه عملت له بلوك. ايش يعني بلوك؟ حجبته يعني خلاص ما بتوصلني منه مسجات، ولا انا بستطيع ابعت له مسجات ولا كولز ولا اشي. تمام؟ blocked out حجبت اشعة الشمس part of the sun. شايفين كيف هاي بلوك؟ هاي بلوك، مش نحكي بالتلفات والله لا اعمل لك بلوك، صح؟ هاي هي طلابي الاعزاء. blocked out يعني حجبت اشعة الشمس، حجبت أشعة الشمس عن الناس for months. خلينا نشوف اللي بعدها. June، July and August. انتبهوا هون في شغلة حلوة بالكتابة. لاحظوا شو حكى هون؟ June، صح؟ بعدين حط فاصلة، بعدين July، بعدين بدي يحكي الشهر الأخير اللي هو August، شو حط قبله؟ and. وهذا الطلاب الأعزاء أسلوب رائع في الكتابة، إنه بتعدد اللي بدك إياه، تحط فاصلة بالآخر إشي لما بدك تحكي إشي أخير. يعني هون ما بتحط فاصل، شو بتحط؟ and. هذا طلابي الأعزاء كمان أسلوب رائع في الكتابة، فانتبهوا لهاي النقطة. شو يعني نقطة بسيطة جدا، لكن هاي وين تستفيد أنت منها في الكتابة لما تيجي تكتب تعبير؟ والله بكتب الكلمة الأولى، بعدين بدي أعدد ثلاث أشياء أو أربعة أو خمس، زي ما بدك. تمام؟ كلهم عددهم، حط قبل الفاصلة، بعدين آخر إشي، آخر كلمة شو بتحكي قبلها؟ and، بتحكي قبلها. طيب هاي معلومة هيك. June، July and August which were usually التي كانت يعني بالعادة months، شهور. طيب شو الكلمة اللي بيجي معها هاي June، July، August؟ طبعا كمل هون، كمل المقطع رح تعرف الإجابة من تكمل. Were extremely كانت للغاية. كلمة extremely معناها للغاية، كلمة مهمة طلاب الأعزاء، وهي adverb. هاي راح تجيكم بالتوجيه. Extremely adverb. كيف عرفت انها adverb؟ آخرها ly. Were extremely cold، كانت باردة
across Europe في أوروبا and North America وأمريكا الشمالية that year في تلك السنة. طب تفهم أنت معناته في cold هون، معناته شو صارت هاي المنث؟ صارت warm، صارت دافئة warm. تمام؟ إذا شوفوا كيف أنا عرفت الكلمة من قراءتي للجملة كاملة. احيانا في طلاب بيحكي لك خلص انا بقرا انه لحد هون خلص وبحط وبحل، وسبحان الله بكون بقرا وبس يوصل لهون بتوقف بيعمل ستوب، بس يوصل لهون شايفين الفراغ هون بيعمل ستوب بصير على اساس انه بفكر. يعني هيك شو بتفكر انت؟ وين 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 مخك شغال انت؟ وين مخك؟ اقرا الجمله، اقرا كامل، اقرا لحد الفول ستوب، لحد الفول ستوب. هاي الجمله كامله، هاي هيك سوري، هاي لحد هون فول ستوب، عندها وقف وبعدين حاول حل. تمام؟ إذا ببدأ من أول. لما تيجي الطالب شو بيقرأ؟ في كثير طلاب سبحان الله بس يوصل لعند الفراغ هون بستوب. يلا شو الحل؟ warm ولا فروز ولا provide ولا small؟ تمام؟ فانتبهوا لهاي الشغلة طلابي الأعزاء، إنه كثير طلاب بيكون يعني مش عارفين هذا الشيء. طيب نيجي الثانية الآن. إذا حكينا هون the eruption blocked out يعني حجب أو 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 اعترض أو سد الغيوم، بمعنى هيك out part of the sun's light for months afterwards. طيب نيجي على الثاني that's why، ولهذا السبب 1916 CE في عام 1816 was called، كان يسمى، انتبهوا لهي الصيغة طلابي الأعزاء was called، هاي رح ناخذها بunit 9 was called، بس مش على was، is called، ممكن تحكي is called. لاحظوا هذه called تصريف ثالث، هاي verb 3. The year without a summer، سنة بلا صيف، كانت تسمى سنة بلا صيف. All over the world، all over the world crops، all over the world في جميع أنحاء العالم. هذا المقطع all over the world معناها في جميع أنحاء العالم. هذا التركيب دائما بيجي مع بعض هيك ملتصق الكلمات مع all over the world، في جميع أنحاء العالم. crops المحاصيل failed فشلت، and farmers فشلت يعني ما فيش محاصيل، راحت المحاصيل، and farmers had to kill their cattle، والمزارعين كان وجب عليهم أو كان يجب عليهم أن يقتلوا المواشي، cattle مواشي اللي هي الغنم والبقر كل هاي قتلوها، to food عشان يصير عندهم طعام، to ايش؟ to provide، عشان يزودوا نفسهم بالطعام، to provide food. At least 300,000 people، على الأقل، at least يعني على الأقل 300,000 شخص، starved، جاعوا، starved، starvation مجاعة، starvation مجاعة، starved تعرضوا للمجاعة، or froze تجمدوا. فروز تجمد، تجمد من ايش؟ من البرد. In Indonesia، in Indonesia، في اندونيسيا، it took 5 years before the ground become، اخذت 5 سنين قبل ان تصبح الارض. لاحظوا في عندنا كلمة ground، ground ايش معناتها؟ ارض، والارض هاي مرتبطة بكلمة ايش من هون الكلمات؟ كلمة fertile، fertile يعني خصبة، يخصب، صير يعني خصبة، ارض خصبة. became fertile قبل أن تصبح الأرض خصبة كفاية for plants to grow again. لاحظوا كل الكلمات اللي حوالين fertile تدل على fertile، ground أرض، plants نباتات، grow تزرع again مرة أخرى. إذن هذا التمرين على الكلمات. كيف ممكن يجيني في الامتحان هذا التمرين؟ هذا التمرين ممكن يجيك أكمل الفراغ بالكلمات المناسبة، يعني حط لك كلمات. طيب أستاذ هذا السؤال يعني مش مستحيل والله الأستاذ يجيب لنا إياه على شكل فقرة. طبعا مستحيل يجيب لك إياه على شكل فقرة، يجيب لك إياه على شكل جمل، حول لك إياه على جمل 1 2 3 4 5. تمام؟ كم كلمة عندنا هون؟ 7 جمل، ممكن نختار منه 7 جمل، يعني كل جملة لحال. يعني بالامتحان بتشوف هاي الجملة، هاي الجملة اللي هو هون مثلا، هاي رقم 1، هاي مثلا من هون من عندها، هاي رقم 2، جمل مصفطات تحت بعض، هاي رقم 3 3، هاي مثلا 4، هاي 5، هاي من هون من عند هون، هاي جملة من هون تبدأ 6، هاي عندك كمان 7. بس بحولهم جمل لحال، بكتبهم لحال،
مش على شكل فقرة بجيب لك اياهم في الامتحان، بجيبهم جمل تحت بعض تمام، وانا بختصر منهم كلمات، بشيل منهم كلمات. فانت لما تشوف والله هذا السؤال مش موجود بالكتاب، لا يا استاذي هذا السؤال موجود بالكتاب وهي موجود امامك، بس انا حولت لك اياه بالامتحان على شكل جمل. ايوه انتبهوا لهي النقطة، وانا دائما بحب دائما اوضح انه كيف السؤال بيجي بالامتحان حتى الطالب ما ينصدم جوا الامتحان ويحكي الاستاذ رائد ما درسني اياها، منين هذا السؤال؟ هذا السؤال خارجي. لا، ما في طلابي اسئلة خارجية، كل الاسئلة من الكتاب، حرفيا من الكتاب حرفيا طلابي الاعزاء. ولذلك انا بحب اركز على هاي النقطة انه ما في سؤال خارجي، كل الاسئلة من الكتاب، من كتابك انت اللي موجود بين يديك. اللي بدرس كويس وبتابع معي كويس راح يجيب ان شاء الله علامة كاملة فل مارك ولا غلطة بالتعبير بالقواعد بالقطعة بالكلمات كل شيء. فهمتوا علي طلاب الاعزاء؟ فمي طالب يحكي والله استاذ هذا السؤال اجاني بس انت ما درستنا اياه، انا هي بدرسك اياه هي السؤال، وراح تشوف انه هذا السؤال راح يجيك بالفاينل، اذا ما اجاك بالسكند اكزام، اذا ما اجاك بالامتحان الثاني او الامتحان الاول بالطريقه هاي، بالفاينل راح يجيك جمل من هذا السؤال. والان منين انا مثلا كواضع اسئله على مدار السنين هاي كلها اللي درست، كيف بدي احط اسئله؟ بجيب سؤال للطالب من برا الكتاب؟ مستحيل، مستحيل اجيب له سؤال من برا الكتاب، بس بصيغ السؤال، فالطالب بس يشوف السؤال بالامتحان بيحكي ايه والله هذا السؤال من برا الكتاب، هذا السؤال بس شوف شكل السؤال بس يختلف عليه شكل السؤال، هذا السؤال من برا الكتاب. فديروا بالكم طلابي الاعزاء من هاي النقطة تمام، انتبهوا لهذا الموضوع، هذا موضوع جدا مهم جدا مهم انك تعرف مبدأ الاسئلة في الامتحان، المبدأ الاسئلة كلها من الكتاب، ولكن انه لما تنشرح لك والاستاذ يوضح لك انه هي والله هذا السؤال انا بجيب لك اياه على شكل ضع دائرة او اكمل فراغ، وبجيب لك اياه على شكل جمل، ما بجيب لك اياه على شكل فقرة، ما بجيب لك اياه على شكل، بجيب لك اياه على شكل جمل تحت بعض وبختصر منهم بزبطهم بتكتكهم هاي الجمل، يعني بهيك بعملهم هيك ديكور تمام. فانتبهوا لهاي النقطة، الله يرضى عليكم جميعا حتى ما يروح عليك اي درجة. نيجي على السؤال اللي بعديه، السؤال اللي بعديه طبعا سؤال جميل ايضا، use the words from the box، استخدم الكلمات من الصندوق، and exercise 4 في التمرين الرابع to put them، لكي تضعهم. طبعا على مين تعود كلمة them؟ يلا يا طلابي يا شاطرين يا رائعين، them تعود على words، شفت كيف هذا الضمير، لكي تضعها، مين هي؟ اللي هي الwords الكلمات. to put them under the two headings، تحت العنوانين، في عنا headings يعني عنوان، heading headings two headings، في عنا عنوان الأول adjectives، adjectives معناها صفات، وverbs معناها أفعال. هذا طبعا موضوع بالاشتقاقات، احنا عندنا nouns، عندنا nouns يعني أسماء تمام، أسماء، وعندنا verbs يعني verbs يعني أفعال تمام، وعندنا adjectives، adjectives يعني صفات، adjectives معناها صفات، وعندنا adverbs، adverbs اللي هي ايش؟ ظروف، نسميها ظروف أو حال تمام. هاي نسميها اشتقاقات للكلمات، والاشتقاقات هاي موضوع كبير جدا، يبدأ أساسه من هاي الصفوف، يبدأ أساسه من هاي إيش الصفوف. انتبهوا شو بحكي لكم، الاشتقاقات موضوع كبير جدا، يبدأ أساسه من هاي الصفوف، اللي مطنش الدراسة بصف سادس وصف سابع وثامن وتاسع وعاشر، مطنش معطيها طناش، تحكي لا أنا ما بدي أدرس، أنا ما بدي أدرس، أنا بدرس بالتوجيهي. بالتوجيهي راح تشوفهم هذول الناون والفيرز والأدجكتيز والأدفيرز، راح تتذكر كلامي، آه والله الأستاذ رائد حكى لنا هذا الموضوع، إنه في ناونز وفي فيرز وأدجكتيز، راح تعرف إنه هذا موجود عندك، تمام؟ ولذلك الطالب وين بنصدم؟ بنصدم بس يوصل التوجيهي، يا أخي ما شو هذا، ما تأسست، ما أنت ما درستش، ما أنت ما درستش، ما تابعت، ما اهتميت، صح؟ هاي الاشتغال، من هون بتبلش. وانا حكيت لكم هذا الكلام صف تاسع، وطلاب صف ثامن حكيت لهم هذا الكلام، وسابع، دائما باكد على هاي النقاط انه العمليه تراكميه وتاسيس، اللي بيكون توب بالعاشر راح يكون توب بالتوجيه، وراح يكون توب بالجامعه كمان، وراح يكون توب بعد الجامعه كمان، صدقوني والله هاي كلمه بحكي لكم اياها، اهتم واتعب على نفسك، اتعب على نفسك من الان تمام.
nouns اذا في عندنا اشتقاقات nouns خلينا نضل هاي حرف الاس nouns verbs adjectives adverbs. الان معطينا هون سائلني عن شغلتين بيحكي لي يلا صنف لي الكلمات في الاعلى الى adjectives verbs. الكلمات اللي اخذناها من التمرين اللي من شوي التمرين اللي اخذنا بشغلنا تمرين في كلمات نصنف شو تصنيفهم لما تيجي تصنفهم راح تشوف انه dark dramatic fertile warm small كلها هاي صفات هاي صفات dark dark معتم مظلم dramatic مأساوي fertile خصب معناها خصب warm دافئ small صغير كلها بنسميها adjectives. طيب وشو الverbs كانت فيهم الverbs اللي هي blocked يعني حجبت او سترت او سدت تمام froze تجمد provide يزود لاحظ هذا blocked يعني جاية كفعل ماضي وfroze جاية كفعل ماضي تمام اللي اصلها freeze froze يعني الفعل سواء مضارع او ماضي هو فعل تمام فانتبهوا block blocked 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 تنطق كأنها تي يعني هاي كأنها منطقها تي blocked blocked. طيب froze froze اللي هي اصلها freeze froze freeze provide provide هاي كلها verbs افعال تمام ضيفوهم لخزينتكم اللغويه طلابي الاعزاء. اذا تعلمنا صفات جديده dark dramatic fertile warm small وتعلمنا افعال جديده plucked froze provide. مش بس تتفرج لي عليهم زي هيك عرفتهم احفظهم حطهم في بالك. شو حافظ صفات من هذا التمرين dark dramatic fertile warm small verbs plucked froze provide.